الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. انا النهارده بقى جايبه لكم العشاق بقى الحلويات الشرقيه والحلويات الفاخره. النهارده جايبه لكم وصفه كيكه البسبوسه بالقشطه. انا قبل كده كنت عملت البسبوسه بالقشطه، بس دي وصفه تانية حلوه قوي برضو، بتدوب في البق وسريعه وسهله وناجحه. قبل ما ابدا في الفيديو خليني اقول لكم حاجه. ليا صديقه جميله جدا جدا، وصفاتها ناجحه جدا جدا، عايزاكم تخشوا على الفيسبوك بتاعها. اسمه مطبخ انجي. مطبخ انجي، هي البنوته اسمها انجي، انسانه جميله جدا جدا. وصفاتها بقى مش قادره اقول لكم، في الحلويات الشرقيه وحاجاتنا في كل حاجه، يعني مش بس في الحلويات الشرقيه، في كل حاجه، بس وصفاتها تاخدوها من هنا وناجحه من هنا. ما بتضيعش الوقت يعني ان انت تجرب حاجه وطلعت مش كويسه، يعني هي يعني عامله زيي بصراحه. هي في الحته دي بتوصف بالتفصيل المفصل، وكمان انسانه جميله. تبعت لها على الفيسبوك تسالها على الوصفه، طب ازود ده احط ده، بترد على طول. اسمه مطبخ انجي. انا هحط الوصفه، سوري، اللينك بتاعت المطبخ انجي في صندوق الوصف وفي اول تعليق. وعايزاكم كلكم، كل اللي بيحبوني، يروحوا يشوفوا مطبخ انجي ده. بجد هتستفادوا كتير قوي قوي بالنسبة للطبخ ونصايح للمطبخ، يعني بجد صفحة في منتهى الروعة. وهي مش عاملة فيديوهات، هي كاتباها بالتفصيل وبالصور، بس متصورة يعني كل حاجة، كل خطوة في الوصفة عاملاها. اسيبكم بقى بعد ما اخلص الفيديو تروحوا على مطبخ انجي. والنهارده هنعمل كيكه البسبوسه. كيكه البسبوسه دي، الوصفه دي انا واخداها من حبيبتي انجي. فعندي بقى، خش الاول يلا نعمل حشوه القشطه واحده واحده كده، هوريها لكم بالتفصيل. ادي حشوه القشطه، ادي كوبايتين من الحليب. الكوبايه دي اللي هي شوب الميه الكبير، الكوبايه اللي هي الكبيره بتاعت ميه دي اللي انا معايره بيها دلوقتي الحليب. كوبايتين كبار من الحليب، دول حوالي نص كيلو، يعني من الكوبايتين دي حوالي نص كيلو حليب. كوبايتين، كل ده على البارد. انا هعمل ايه يعني؟ الاول على البارد هدوب المكونات اللي انا هقول لكم عليها دي. هحط عليها باكو كريم جانتي، اهو باكو كريم جانتي، واحط عليها معلقتين، دي كلها الحشوة، معلقتين كبار من النشا، وهدوب كل ده على البارد. باكو من الفانيليا، وهضيف عليهم اهو فانيليا اهو، وضفت معاهم فانيليا وهقلب اهو، باكو الفانيليا وهقلب ده الاول كله. ايه الاول؟ على البارد، كله كده مع بعض على البارد. وممكن نحط سكر حسب الرغبة، احنا كده كده هنسقيها بالشربات السخن، فانا بس هحط بس معلقة كبيرة من السكر هنا في حشوة القشطة. هرفعها اهو على النار بالشكل ده كده، واول لما القوام يبدأ يدخن عارفين هنعمل ايه. انا مجهزة هنا معايا قشطة، عارفين لازم تكون قشطة اللي هي في القشطة اللي تكون في الصفيحة او في العلب، زي قشطة نسلة. ما ينفعش القشطة اللي هي الفريش دي، لان التانية دي لا مش هتمسك في دي، يعني عشان لما انا ادخلها الفرن تبقى قشطه ايه، تمسك في بعضها، ما تسحش جوه جوه في قلب البسبوسه نفسها، كيكه البسبوسه. فلازم تكون الافضل ان هي تكون القشطه اللي هي المعلبه او اللي بتتباع في الصفيحه دي. وطبعا وانا رفعها من رفعها على النار، حطيناها على النار، بقلب من حل اخر كده لحد لما القوام يتماسك ايه مع بعض اهو. الناحية التانية هنا، هو العين التانية، جهز السكر الشربات، يعني الشربات بتاعها لازم يكون يكون سخن، بس انا هجهزه، ولو برد هسخنه تاني مفيش مشكلة. كوباية هو نص من السكر اهو، وعليهم كوباية كبيرة من المية، كوباية ونص سكر عليهم كوباية مية. واول لما السكر يختفي هبدأ اعصر الليمونة، نص ليمونة، واحط فانيليا، احط كده مع السكر فانيليا. انا بحب احط باكوين، اللي عايز يحط باكو يحط، كل واحد ايه براحته اهو. النار تكون الملحوظة دي عايزة اقولها يا جماعة، النار تكون هادية مش عالية، يعني نار متوسطة عشان ما القشطة ما تتحرقش من تحت.
وتشموا كده ريحة سياط، ها، عشان برضو الملحوظة دي اللي أول مرة بيجرب حاجة زي كده للمبتدئين، على نار ايه متوسطة. اهي بدأت هي بتدخل معايا القوام اهو، هو ده كده القوام اللي انا عايزاه اهو، يبقى بالشكل ده كده اهو. تقل اهو معايا، هشيلها بقى من على النار ويلا نحط القشطة. هنزل اهو بالقشطة، وقلنا قشطة تكون في اللي هي بتاعة الصفيح او اللي هي المعلبة مش الفريش. اهي علبة القشطة هنزلت بيها وهقلبها. عايزة اقول لكم ان خلطة القشطة دي من اروع القشطات، حلوة، بتبقى ناعمة وحلوة حلوة حلوة بجد، وطعمها حلو، لان حاطين كريم، كيس كريم جونتيه عليها ومدوبين فيها، هي القشطه دي تبقى روعه بجد. خلاص كده انا القشطه بتاعتي زي الفل وجاهزه، هغطيها عشان ما تعملش قشره. ويلا نعمل بقى ايه الكيكه البسبوسه. شربتها بيبقى شربات مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني متوسط، ما بيبقاش شربات لا خفيف خالص ولا تقيل خالص، بيبقى شربات متوسط القوام. طيب عندي مقادير الكيك، انا هحطهم وهقولهم برضو وانا بعمل الكيكه معاكم. كيكه البسبوسه هما 2.5 كوباية دقيق، كوبايه سكر، كوبايه جوز هند، كوبايه زيت، كوب وربع زبادي، 3 بيضات، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، رشه ملح. وانا برضو بحطهم هقولهم تاني. هحط ال3 بيضات اهو واخلطهم الاول مع الفانيليا. لو قشره بيض وقعت كده طبعا مش هنحارب، ونفضل بقى نطلعها بكذا حاجة، هي بتطلع عارفين بايه، بنفس قشرة بيض زيها. اهي طلعت. طيب عندي 3 بيضات اهم، نقعد نحارب وهي اصلا ببساطة ازاي نطلع لما قشرة البيض تقع في قلب الكيكة، بتبقى مشكلة، لكن عادي بنفس قشرة بيض بعمل كده بتطلع، مفيش اي مشكلة خالص. طيب ادي البيض اهو، 3 بيضات، احط معاه باكو فانيليا. وانا رحت الفريزر جبت بشر البرتقال اللي انا عملت معاكم في الفيديو، بشتغل بيه في معجناتي في الكيكات، بيضيع ريحه اي بيض، لاني انا ما بحبش ريحه البيض ابدا، يعني ما بطمنش بس الفانيليا السكر، لازم احط بشر اهو، احط شويه اهو بشر من قشر البرتقال اهو، بشر البرتقال كده مفيش ريحه بيض 100%. وهخلطهم دول مع بعض الاول، هي خطواتها كده، الاول هنخلط البيض مع الفانيليا كده. انا مش عايزاه يبقى شاوم، هوقف خلط، انا مش عايزاه يبقى شاوم ويعلى، انا عايزاه يبقى ايه يعني نخلط بس. واحط بقى 2 كوباية اهو، بصوا انا خلطت البيض قبل ما اقول، بس يبقى سائل كده، بس مش عايزاه يبقى شاوم زي الكيكه اللي احنا بنعملها عادي. وهضيف الزبادي، دول كل كوبايه زبادي 150 جرام، انا هحط 2 اهو، ادي الاولانيه وادي التانيه، وبنفس كوبايه الزبادي دي 150 جرام دي هعاير الزيت، لاني هحط هنا كمان 1 كوباية زيت. يبقى خلطنا البيض مع الفانيليا وبشر البرتقال او الليمون اللي عندك. هحط بقى الزيت بنفس هي كوبايه الزبادي 150 جرام، عايرت اهو الزيت، كوبايه الزيت، ونخلط بقى، نخلط كويس قوي مكونات مع بعض دي. هنزل بقى بالسكر، هي بس هنزل بالسكر اهو، اخلط، خلطت اهو، حطيت 2 كوباية السكر وخلطتها، وهنزل كمان بكوبايه جوز الهند، كوبايه جوز الهند اهي، يعني انتوا لو تلاحظوا خطواتها مختلفه شويه عن الكيكه اهي. وكمان هحط قبل ما اخلط الجوز الهند هحط البيكنج باودر ورشه الملح اهو، بيكنج باودر اهو، هنحط رشه الملح اهي، ونخلط رشة الملح بتظبط الطعم. يعني شفتوا اخر حاجة خالص السميد، يعني شفتوا طريقتها مختلفة عن الكيكة. واخيرا بقى السميد، اخيرا خالص السميد اهو، هنزل بالسميد واخلط على سرعة هادية كده، وده بيكون قوامها اهو، هو ده يعني لا تقيلة ولا خفيفة، هو الكاميرا اهو جايبة عشان تعرفوا الامارة بتاعتها اهو. وهنبدأ نعمل ايه بقى الخطوات. عندي صينية، دي صينية اللي هي قابلة للفتح بتاعت التشيز كيك، دي مقاسها 32. هجيب قطعة زبدة ونعمل كده، هدهنها كده بالزبدة كلها كويس قوي، ونعمل كده ومن هنا ومن الجوانب. طبعا انا مسخنة الفرن على 180، هي بتستوي على 180، وهبدأ احط نص الخليط، نص الخليط بس مش اكتر،
كده نص الخليط، عشان النص التاني انا هحتاجه في الطبقة ايه اللي هي الاخيرة. يعني دي الطبقة الاولانية اهي، وافرد كده اهي ونفردها. محتاجة تاني اهي اهي كده، وبين ايدي مية وافردها كده، احاول ان انا افردها كده في الصينية اهي. هدخلها بقى في الفرن على الشواية اللي تحت، على الشواية اللي تحت، عشان دي كده اول طبقة، واول لما تبدأ تخش في السوا انا مش هسويها قوي، يا دوبك تخش في السوا، يبقى ده كده بقى ذهبي، هشيلها ونحط القشطة. ادي الطبقة الاولانية اهي طلعتها، بصوا يا جماعة عاملة ازاي، حواليها بس كده بقى ذهبي، وهنا هي يعني احط ايدي عليها كده هي ماسكة نفسها، مش ايه يعني ذهبي فاتح قوي. واخدت حوالي 20 دقيقة، وكل واحد طبعا ايه، كل واحد على حسب الفرن ايه بتاعه، على 180. وشويتها او ولعت الشوايه اللي تحت، يعني هي في الرف اللي كان وسطاني في الفرن، عشان برضو تنجح معاكم الرف الوسطاني، ولكن مولعه الشوايه على اللي تحت. انا هعمل ايه دلوقتي بقى، انا هاخد كده القشطه عادي وهي سخنه، ما فيش مشكله وهي سخنه كده، القشطه لان القشطه مش هتغطس تحت، القشطه بارده وهي سخنه ماشي اهي، هنزل عليها بالقشطه. ورحت عكست الفرن برضو على 180، بس دلوقتي الشوايه اللي فوق. وما تقلقوش هي مش صعبه، مش كل ده بياخد وقت ولا حاجه، لا بس بتطلع تحفه، ما بياخدش وقت ولا حاجه. على الشوايه اللي فوق، وزيد كده الطبقه الثانيه. الشوايه اللي فوق دي يا دوبك هحط صباعي، اعرف منين يا منى ان القشطه دي تسوى استوت، هحط صباعي كده الاقيها مسكت نفسها، يبقى خلاص، يبقى كده 100 100 ايه، ابوزعها بس، يبقى هي كده 100 100 ايه استوت. ادي القشطه اهي على 180، الشوايه اللي فوق ومش كتير، يا دوبك احط صباعك كده، انا بس عايزاها تمسك في نفسها مش اكتر. طيب انا دلوقتي هحط اخر طبقه اللي هي الطبقه الثالثه. طب بصوا اللي دي البسبوسه عمل ازاي، التركيه دي مهمه جدا هقولها لكم، مسك كده في بعضه، فما ينفعش، لان انا عايزه اصب وصب، هخليه سائل شويه، اصب وصب فوق الايه طبقه القشطه. فهعمل ايه بقى، ايه اللي انا هعمله، هحطه اخففه بالحليب اهو، هخففه اهو بالحليب كده او اللبن، لا ده كده برضو مش هينفع، ان انا عايزاه اصب صب على اصب صب على طبقه الايه القشطه، لا برضو كده، ان مش هينفع، ده زي الوصفه اللي انا عملتها قبل كده، ابططها بايديا، لا دي مش هتنفع، دي مختلفه كويسه قوي كده اهي، هي ده القوام ده. طلعت اهو الطبقه التانية اللي هي القشطه، عملت بصباعي كده اهي، ما بتطلعش في صباعي، يبقى كده اوكي. اخدت حوالي 13 دقيقه، هبدا اهو السميد اهو اللي انا خففته اهو، بحيث اصبه صب على طبقه كيكه البسبوسه اهو، ده هيفرد عادي معايا وهيظبط نفسه جوه الفرن. هحطها بقى على الشوايه من فوق، انا طلعتها اهي من الفرن وهي سخنه كده، هسقيها بقى، هسقي القشطه بتاعتها والبسبوسه، وطبعا هي واخده من تحت طبقه بسبوسه حلوه، يمكن الطبقه اللي فوق يعني هي ما كستش كل ده بسبوسه، لان انا زودت في مقدار الطبقه اللي تحت، بس عادي جدا هي بتظبط هي نفسها جوه الفرن عادي، بيبقى طعمها برضو تحفه تحفه تحفه. فانا هسقيها هي سخنه، هسقيها الشربات السخن، انا سخنته، هنزل عليها اهو، هنزل عليها اهو بالشربات اهو، ممكن اعمل لها خروم كده عشان ايه اسرع ان هي تشرب الشربات. وبعدين هقوم مغطياها، لازم تتغطى بفويل او كده، او اي غطا عندك، غطا حل اي حاجة، المهم ان هي وهي سخنة كده تتغطى، واقطعها لكم وهي ايه لازم، وهي ما تبرد خالص نقطع منها. انا اهو طلعتها، اقطع لكم حته اهو، انا قربت الكاميرا عشان تشوفوا طريه وحلوه ازاي اهي كده، عشان تشوفوها برضو من جوه اهي، اهي بس احنا الحته دي ما خدناهاش، بس على العموم بصوا اهي بتبقى اهي من الجنب اهي، شايفينها وطريه عامله ازاي، انا القطع بس خلتني اقطع، جميله بجد جميله، والقشطه اهي جوه
بجد جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي. يلا نشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي على خير. في حفظ الله، مع السلامة.